يا اهلا بيك. عملت فيديو بس عايز اعرف انا عامل فيديو صح ولا لا، يعني سمعت حد بيقول فيه اخطاء في الدقة، كانت 480 كويسة. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخبار؟ عايزين نتكلم عن موضوع من المواضيع المهمة. يعني دلوقتي احنا عندنا مصر، الوضع الاقتصادي كلنا عارفين الوضع الاقتصادي عامل ازاي، كلنا عارفين الوضع الاقتصادي عامل ازاي، تمام؟ طيب أوروبا وأمريكا والعالم ده اللي هو بلاشمر، المجموعة المجدفة، مجموعة المجدفين، الإنترنت هناك مجاني، أصل الإنترنت ده تحصيل حاصل. يعني إيه تحصيل حاصل؟ يعني الناس دي تخطط موضوع الأكل والشرب والقصص دي، مفيش بين necessities، الضروريات دي متوفرة عادي، بدهات ناكل ونشرب، الحاجة دي حاجات متوفرة. لا يعني احنا بناكل ونشرب من مستويات تانية بالنسبة. فبالتالي يعني الجواب ده الريزوليوشن مش هو بس مشكلة عشان سرعة النت، فاهمني؟ ايوه، هنكتفي ماشي.